على كل حاجة. وحش يا حلوة، بقول لها بس انت اللي فيهم يا توحة، حتى اسألي خالتك وداد. ايوه صح. دياب، احنا مش هنعودوا البلد ولا ايه؟ احنا دينا 3 ايام في المولد وانا مهم المصالح في البلد. مصالح ايه؟ يكون وراك الارض ولا البهايم؟ مقبولها منك يا سيد الناس، بس بكره الصبح تعود البلد. بزياده كمنها ده مع دياب. اشرب اشرب وكل يا سيد الناس ولا يهمك. مش نلعب دور تاني يا سيد دياب؟ دور ايه ما انت شطبت على حيلتي. بقول لك يا توحة، ما تقومي ترقص شويه وهزي لنا، خلينا نصهلل ونفرفش. وهو الرقص مش عاوز نقول؟ وماله، انا سلف ودي العمده، خيره علينا كلنا، واللي عنده يزيد ما ينقص. بدمك دي كله ماشي، ما تبقاش عكيس امال، ما تهجهجهمش. لساك الصداع بردك؟ سلامتك يا ود عمي. طب ما تاخدوك للدكتور احسن. انا بقيت كويس. اللي بقي كويس ده ما يفتحش دكانه ويشوفك لعيشه؟ ان شاء الله ان شاء الله. لساك مش عاوز تقول لي مالك؟ براحتك يا ود عمي. ماشي، انا رايحه لخلي حسين اغسل له خلاقاته وانضف له. ما عاوزش حاجه؟ لا. تعود معايا شوفوا جدك. يلا تيجي معايا تقصر طولي، هتاخد معاك واكل العنيز. يلا. على السلامة يا دياب. الله يسلمك يا عمي. ايه صوت الصريخ اللي جاي من جوا البيت ده؟ هو انت ما عرفتش اللي حصل لاخوك فراش؟ لازم تاخد بطار اخوك. اخوك اتقتل عريس ملحقش يتهنى. فرحني يا ولدي، فرحني وخد بطار اخوك. يا واخد طارك يا غاسل عارك. وفين ابوي؟ ابوك هملني وراح اسكندريه هو وقوك حمدان قبل ما ياخدوا بطار اخوك. محدش هياخد بطار فراج غير هاني. خد من الشعابنا قد ما تقدر من ارواحهم، ما تعود ليش الا وانت غاسل عارنا. ما يكفينيش اخوي دم الشعابنا كلهم. على فين يا دياب؟ اخو بطار اخوي من شعبنا كلهم. لا يا دياب، ابوك خلاني اقعد هنا مخصوص علشان احوشك عن اللي تفكر فيه ده. طمني يا عمي. انسى دياب اللي في راسك. لو حاولت تحشوني هفرغ الرشاش ده فيكم كلكم. فين مفاتيح العربية؟ سامحني يا دياب. تعمل ايه يا عمي؟ اوامر ابوك لازم تتنفس. انت هتفضل بيتي مربوط لحد ما ابوك يعاود من اسكندرية. سيب دياب. سيب دياب يا عمي. لو ده راجع ليه لابو ولده اللي اتقتل، بكرة الصبح هيدفنوها. انا رحت لمرته عشان اعزيها، ما قبلتش مني عزا، قالت لي ممكن ناخده عزانا لما ناخده بطار. وناوى على ايه يا حاج؟ شوروا علي. العمدة ما عايزكوتش، مش هيكفيه فينا واحد ولا اتنين. هتقول ايه؟ احنا اللي عايرشنا بالمي هنرش بالنار. وياخد قتله الطرد ايه؟ من دلوك مفيش طلوع من اي دار من شعبنا الا للشديد القوي. والارض والزرع. يموت الزرع احسن ما يموت حد منينا. ومدارس ولادكم هنقعدوهم من المدارس. ما يبقى خرب من كل عاد. اسمعوا، احنا لازمنا سلاح. من الساعة دي ما بقيش فيها أمان. وأنا هشتري سلاح إن شاء الله، حتى بيع نص أرضي. السلاح للكل وكلنا أهل الشرق فيه. تبيعوا أرضكم عشان تشتروا سلاح، تبيعوا رزق عيالكم عشان تشتروا خراب ومواد. بلا مآخذة يعني؟
انا ليه اقول تاني؟ انا بقول بلا ما اخده يا بلحاج. عايزه تقول ايه يا ناصر؟ انا بقول يعني لو كبارات الشعبنه يروحوا لهارون العمده يمكن يرضى ويقبل منهم الديه. اباي انت هتقولي ايه يا نصره؟ عاوز الله انططوا رقبينه ويركبنا العار. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ قلت ايه انا؟ عاوزاكم تطفوا النار اللي قاعده الدي قبل ما تاخدوا العيال قبل الكبار. هارون ما هيقبلش في ولده الديه. من هنا ورايح مفيش غير السلاح هو اللي هيحمينا من الصفوانيه. ربنا يجملها بالساتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. صدق الله العظيم. الفاتحة. حمدان عرفيني ولدي. اخو بطر اخوي ابوي. كشي بوان يا حمدان. كشي بوان. ولدي راح. ولدي راح. ولدي. خلاص دفنتوا ولدي من غير ما تاخدوا بطاره يا رجاله. ليه يا عمي؟ ليه ما سبتونيش اخد بطار اخوي؟ كتبتني وقعدتني في البيت زي المره. انا اللي قلت له يا دياب بطار اخوك هناخده من غير ما حد يديه مني كنت كمان. عين العقل يا هارون. عقل ايه ده يا بوي؟ الطار ما يستناش. اسكت يا هنيه، الرجال عندها حق. هتقدر تستنى على طار اخوك يا دياب؟ ميتة يا هارون هتاخده بطار ولدي، ميتة. يا بنتي ردي عليا، يا بنتي ردي عليا. سلامتك يا زينب، سلامتك يا بنتي. حد يجيب دكتور لزينب. ها
حمدان راح يجيب الدكتور. اطلع انت وسيبوها ترتاح. اطلع. ارتحت يا هارون؟ ارتحت دلوقتي لما ولدك انقتل؟ انت بتقولي ايه يا مرة مجنون انت؟ انت ما كانش عاجبك فراج ولا عاجبك تربيتي ليه؟ يمكن كمان كنت بتحب ولدك يحيى اكتر مني. الظاهر اللي حصل لوالدك خلاك تجنيتي صح يا زاهي. كنت خايف ليورثك؟ اهو انت اللي ورثته. مش حاسبك على كلامك ديلوك يا زاهي. لما اخد بطار ولدي هيبقى لي معاك حديد تاني. ابوي الحق ابوي، الشعب اشتروا سلاح وودوه بيت رضوان. كل بيت من شعبنا ياخد سلاح ومحدش يطلع من بيته فرداني، وكل بيت يحرسوا رجالته، رجالة البيت ومعاهم سلاحهم. ومن الساعة دي لازم نحط عينينا في وسط راسنا. ما هارون غدار ومحدش عارف الرصاص اللي هيضربنا بيه حجي.